إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر، وقف صباح اليوم نائب رئيس جمهورية تركيا السيد جودت يلماز وقفة ترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية الأبرار. نائب رئيس جمهورية تركيا طاف بمتحف المجاهد، حيث اطلع على مختلف مراحل الثورة التحريرية وبطولات شهدائنا الأبرار. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.